أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة الشرق الأوسط، ونقرأ منها مقالا بعنوان صراع حزبي على جداول الموازنة العراقية للكاتب حمزة مصطفى، يقول فيه: بعد نحو 5 شهور من التأخير عقد مجلس الوزراء العراقي الحالي جلسة استثنائية ليقر جداول الموازنة المالية لعام 2024 ويرسلها إلى البرلمان، لكن الفساد المستشري في تلك المؤسسات جعل البرلمان ينهي فصله التشريعي رغم جمع تواقيع أكثر من 60 نائبا، وهو العدد الكافي للتصويت على تمديد الفصل. وبعد الأخذ والرد جاءت محاولات التمديد للفصل التشريعي لحسم قضية انتخاب رئيس البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي. رئاسة البرلمان قررت التمديد بعد أن أخبرت الحكومة الحالية البرلمان بإرسال جداول الموازنة، وبمجرد أن تسلمها البرلمان حتى دخلت حيز الجدل السياسي بين مختلف الأطراف نظراً لما تضمنته من بنود وفقرات مختلف عليها كالعادة، ما يحولها إلى مادة للمزايدة الانتخابية المبكرة. وأشار الكاتب إلى أن اللجنة المالية في البرلمان أكدت خلو جداول الموازنة لسنة 2024 من سلم الرواتب أو التعيينات الجديدة، فيما تحدثت أوساط اقتصادية عن الفساد في الدرجات الخاصة ووصفته بالثقب الأسود في الموازنة المالية، حيث إن عدد الدرجات العليا من وكيل وزير فما فوق يبلغ 768 درجة، مشيرا إلى أن كردستان تستأثر وحدها ب 329 درجة، أي بنسبة 43% من إجمالي الدرجات الخاصة، بينما تستأثر وزارة خارجية بالحصة الكبرى بين الوزارات ب 118 درجة، تليها التعليم العالي بنحو 44 درجة. وعلى صعيد الإنفاق العسكري فقد بلغت التخصيصات المالية للأمن والدفاع 32 تريليون دينار عراقي، ما يعادل نحو 29 مليار دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي رواتب أجهزة الأمن والدفاع 26 تريليون دينار عراقي. نطالع في موقع قناة الرافدين الفضائية مقالا بعنوان من اغتال رئيسي للكاتب طلعت رميح، يقول فيه: تعددت اتجاهات التحليل والتقدير بشأن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث طائرة إيرانية سقطت في داخل الأراضي الإيرانية بعد زيارة لأذربيجان. ويضيف الكاتب بأن هناك من رأى أن الرواية الرسمية صحيحة، وأن مصرع رئيسي نتج عن حادث طائرة هليكوبتر تعرضت لأجواء ضبابية لا أكثر ولا أقل، لكن هناك من ركز على البعد السياسي الداخلي للحدث، مشيرا إلى أن ما جرى هو عملية اغتيال أو تصفية لرئيسي على خلفية صراعات داخلية داخل بنية السلطة القائمة. هناك أيضا رأي ثالث قال بوضوح إن الرئيس الإيراني قتل أو جرى اغتياله من قبل جهاز المخابرات الخارجي للكيان الصهيوني، وأن العملية جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الرواية الرسمية لا تعفي أجهزة الدولة الإيرانية من المسؤولية، لأن قصص الطقس لم تعد حكاية مقبولة كثيراً، ولأن الطائرات تزود بالتغيرات في الطقس لحظة بلحظة ويعاد توجيهها للابتعاد عن مناطق الخطر، ولأن قصة ركوب الرئيس طائرة هليكوبتر متقادمة لا يبدو أمراً منطقياً، وهي رواية تفتح الطريق واسعاً للتفسير القائل بحدوث تصفية داخلية. تلك الرواية تقول بأن رئيسي راح ضحية صراعات داخلية، والأسباب تجري في اتجاهين: الأول كانت مع الرئيس طائرة هليكوبتر أيضاً، وكان من الطبيعي جدا أن يتصرف قائدا الطائرتين فور وقوع الحادث، إذ كما هو معروف
فإن الطائرات التي تطير سوياً تكون على تواصل تام مع بعضها البعض، وهو ما يتنافى مع فكرة بقاء موقع سقوط طائرة الرئيس مجهولاً لنحو 14 ساعة، كما أن الطائرتين المرافقتين لطائرة الرئيس كانتا مخصصتين لحمايته، لكن ما حدث أنهم تركوه ومن معه وواصلوا طريقهم. والاتجاه الثاني يقول بأن رئيسي كان مرشحاً قوياً لشغل موقع خامنئي، وأن من ينافسه على هذا المنصب هو نجل خامنئي مجتبى صاحب النفوذ الكبير والمتشعب، أو أن جماعات مسلحة في إيران قامت بدور في عملية الاغتيال. والرواية الثالثة تدور حول اغتيال قامت به أجهزة الاستخبارات الصهيونية بالتنسيق مع الولايات المتحدة. إلى صحيفة صوت العراق، ونقرأ منها مقالا بعنوان محنة العقلية السياسية الطائفية أحد مظاهر فشل الدولة، للكاتب عصام الياسري. يقول فيه: مع هاجس التحديات الخطيرة التي يواجهها العراق وتفاقم الأوضاع الأمنية وانتشار السلاح المنفلت وتسويف أحزاب السلطة ومحاولاتها تجيير قانون الانتخابات المثير للجدل لصالحها، وأخيرا صولة تراشق الشتائم واللكمات داخل قبة البرلمان بينما يسمى ممثلي الشعب نتيجة الصراع الدائري منذ أشهر حول من يشغل منصب رئيس مجلس أو رئيس مجلس يؤمن مصالح من يأتي به من الأحزاب وقياداتها بعد إقالة الحلبوسي، فالذي حدث لا يفسر واقع المتاهات السياسية والأوضاع التي يعاني منها المجتمع العراقي فحسب، إنما أقصى ما وصلت إليه هذه الطبقة السياسية بأدائها هو تحويل البرلمان إلى ساحة لإهانة بلد صنع قبل آلاف السنين القوانين المدنية واسمه العراق. إن واحدة من أهم الموضوعات التي تخيف الكتل السياسية الماسكة بسلطة الدولة العميقة مسألة العدالة المجتمعية والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي التي يطالب المجتمع العراقي تحقيقها. ورغم أن العراق يمر بمرحلة خطيرة بسبب تعرض محيطه العربي إلى تهديدات خارجية وقيام الكيان الإسرائيلي بدعم دولي لإبادة الشعب الفلسطيني وتعريض أمن المنطقة للخطر، فإن الطبقة السياسية التي تتشدق بالاستحقاق الانتخابي لا تزال تتصرف في أغلب المدن العراقية بمنطق المصالح الشخصية والفئوية فوق رأي القانون، ولا يمكنها التفريط بها بأي حال من الأحوال. الأمران في العراق على الرغم من مرور عقدين على التغيير لم يقتربا قيد أنملة من تحقيق الدولة المدنية بالمطلق. وتساءل الكاتب: هل الأحزاب العراقية معنية بإرساء مبدأ دولة المواطنة؟ هل وصلت إلى مستوى أن تكون فاعلة داخل المجتمع؟ إلى صحيفة الغاردينيا التي نشرت مقالا بعنوان المجهول بانتظاركم، للكاتب نزار العوصجي. قال فيه: في ظل الحرية والديمقراطية التي أنعم بها علينا المحتل البغيض، هناك 67 ميليشيا منفلتة تبث الرعب وتنشر الموت أينما حلت، ولسان حالها يقول: عليكم أيها العراقيون الإذعان، فكل الطرق التي تسلكونها تؤدي إلى مصير مجهول خطته أيدينا شئتم أم أبيتم، لا يحق لكم الاعتراض، كما لا يحق لكم أو لأي شخص أن يبوح بحقيقة معاناته، وإلا كلفه ذلك حياته ووجوده. أفراحكم مهما كانت بسيطة باتت أحزانا، فهي مرهونة لفئة لا تعير أي وزن أو اهتمام لحياة البشر، والخلاصة أن حياتكم لا قيمة لها. لا شيء في العراق يجري اعتباطا، بل وفق مخطط مدروس بعناية فائقة، مخطط مجبول بحقد فارسي وخبث صهيوني وأطماع وأحلام باستعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية. في لقاء متلفز ظهر نائب محافظ البنك المركزي وهو يقول: أكثر من 30 منفذا حدوديا غير رسمي مع الجارة الشرقية
وجميع هذه المنافذ غير خاضعة لسلطة الحكومة، وتديرها مافيات ميليشياوية تدخل من خلالها ما تشاء وتخرج ما تشاء رغما عن أنف الحكومة. وهذه المنافذ هي الملاذ الآمن لتجار المخدرات الإيرانيين، ومن خلالها يدخلون للعراق يوميا أطنانا من المخدرات بأنواعها، الكريستال والحشيشة والأفيون والهيروين، إضافة إلى أن التجار الإيرانيين والشركات الإيرانية التي لديها فروع ومكاتب في العراق يدخلون بضائعهم التي غزت السوق من هذه المنافذ غير الرسمية ولا يدفعون الرسوم الجمركية. في المقابل يخسر العراق مليارات شهريا بسبب هذه المنافذ غير الرسمية. ويتساءل الكاتب: ماذا عن الجيوش العراقية؟ ألا تستطيع أن توجه قوة عسكرية وتعتقل هذه العصابات المافياوية الميليشياوية التي تهين الدولة وتعمل ضد الأمن القومي العراقي وتحطم الأمن الاقتصادي العراقي؟ إلى صحيفة العرب الجديد التي نشرت مقالا بعنوان اجتياح رفح والتهيئة لمسلخ بشري للكاتبة بشرى المقطري، تقول فيه: في مسارات الحرب الدائرة في قطاع غزة احتفظت مدينة رفح بخصوصيتها آخر مدينة آمنة نسبيا للفلسطينيين، فأوجد لها ذلك وضعا خاصا يتأتى في حرص الفاعلين الدوليين والأقليميين على تجنيبها عنفا شاملا، إلى جانب أن موقعها الجغرافي المتاخمة لمصر فرضها في معادلة احتواء تمدد حرب غزة إقليميا، إلا أن توغل الجيش الإسرائيلي في شرق مدينة رفح يشكل تحديا لما تبقى من الإجماع الدولي، بما في ذلك رغبة حليف إسرائيل الأمريكي في تأمين مدينة رفح، وهو ما يفرض معضلة أخلاقية لا في كيفية إنقاذ الفلسطينيين من إبادة محققة فقط، بل في مدى قدرة الحلفاء على كبح جماح إسرائيل وإجرامها. الأيديولوجيا العنصرية لكيان استيطاني كالنظام الإسرائيلي تبرر غايتها في القتل والإبادة، ولا ترى في التوغل في مدينة رفح وقتل مزيد من الفلسطينيين عائقا لتحقيق أهدافها، إذ تصبح الإبادة والتهجير بالنسبة لإسرائيل استراتيجية مشروعة لتحقيق الأهداف، من شن حرب في قطاع غزة إلى التوغل أخيرا في مدينة رفح بهدف اجتثاث حركة المقاومة الإسلامية حماس وفرض وضع جديد في قطاع غزة عسكريا وسياسيا وأمنيا وإنسانيا لصالح إسرائيل، فتصبح طرفا رئيسا في إدارة القطاع. إن استمرار العملية العسكرية في شرق مدينة رفح تعني مضاعفة الخسائر في صفوف الفلسطينيين وورقة ضغط أخرى على حركة حماس لإنجاز صفقة تبادل الرهائن، فإن ردود الأفعال الرسمية حيال التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح ستقتصر كالعادة على الإدانة وبالتالي التضحية بالفلسطينيين، إذ لا يمكن قياس أبعاد الكارثة، وذلك بجعل الفلسطينيين المحاصرين أهدافاً مباشرة للقتل بعد إغلاق إسرائيل كل المعابر في قطاع غزة وتسييج مسلخ بشري يديره الكيان الإسرائيلي ويراقبه العالم في صمت. الآن مشاهدينا الكرام نتابع الكاريكاتير.
بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى صور اليوم، حيث نشرت صحيفة القدس العربي خبرا حول انهيار أرضي تسبب في دفن أكثر من 300 شخص في بابوا غينيا الجديدة، وأن أكثر من 1100 منزل دفن جراء الانهيار الأرضي الهائل الذي دمر قرية نائية في شمال بابوا غينيا الجديدة. ويخشى يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كوكالام في إقليم إنجا على بعد نحو 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت موسبي. هذا وأدى الانهيار الأرضي إلى قطع الطرق الموصلة إلى قرية كوكالام، مما جعل طائرات الهليكوبتر هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى المنطقة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم المساعدات الإنسانية للناجين. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.